القادمة لمنتخبنا الوطني. فابيو برقم 10 وعليه تماما أن يعلم من الذي ارتدى هذا الرقم من قبل عدنان الطلياني، وهدف التاريخي، هدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ذلك الهدف الذي أسعدنا جميعا. فابيو، الله الله يا فابيو، في ظل الحديث عن من ارتدى هذا الرقم عدنان الطلياني، فابيو ليما يسجل، يسمع حديثي ويسجل هدف في اللقطة الماضية. جميل، من كرة ثابتة في مرمى المنتخب، في مرمى المنتخب اليمني، يفتتح من خلال النتيجة، يفتتح من خلال المشوار، يفتتح من خلال هذه المباراة بهدف جميل من كرة ثابتة. فابيو ليما وضعها جميلة في المرمى، ضربة أليمة للمنتخب اليمني، وبالتالي يتقدم منتخبنا الوطني، يتقدم أبيضنا الإماراتي بهدف جميل. لم يستطع في اللقطة الماضية محمد خير الله من إبعاد الكرة الماضية، ولكنها مرت وسكنت الشباك، وسجل المنتخب الإماراتي أول أهداف المباراة. إذن هدف عن طريق الرقابة، إرسال كرة على الجهة اليسرى، العرضية خطيرة، الله الله الله، فابيو ليما بدأ العمل الحقيقي. يا فابيو يصل للمرة الثانية لمرمى المنتخب اليمني من تمريرة عرضية جميلة وصلت لفابيو دي ليما، يضع دائما الضربات الأليمة ويتقدم بالهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. جميلة جميلة جميلة، تسعد جماهير المنتخب الإماراتي الوفية الحاضرة من على مدرجات المباراة. فابيو دي ليما، شوف اللقطة، شوف العرضية كانت بهذه الطريقة، مرت وصلت فابيو ليما. هذا ما جعلته وحيدا بدون رقابة، بالتأكيد سيوجه لكم الضربات الأليمة، ويصل فابيو ليما لتسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة، وبالتالي يتقدم منتخبنا بالهدف الثاني. فابيو في وسط الملعب يرسل كرة ليحيى الغساني، هذه مساحاتك يا يحيى، مساحاتك يا يحيى، تمريرة خطيرة، جول ثالث في المباراة، سلطان عادل يسجل ويضيف الهدف الثالث على عكس ما شاهدناه هناك في المباراة الماضية. المنتخب الإماراتي يصل بكل سهولة، بكل يسر إلى مرمى المنتخب اليمني ويسجل الهدف الثالث الآن في هذه المباراة. طبعاً سلطان عادل يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثالث، لكن الله على انطلاقات يحيى، على تمريرة يحيى، على غمزة وهمسة يحيى الغساني في اللقطة الماضية، مرر الكرة من بين لاعبين المنتخب اليمني، وسلطان عادل مستقبل الكرة الإماراتية، سلطان عادل من عوضنا من علي مبخوت، يسجل الآن هدف آخر في مرمى المنتخب اليمني، وبالتالي 3 أهداف لمنتخبنا الوطني.